دكتور عام، لو احنا قلنا ان رغم كل التحذيرات اللي احنا بنتكلم فيها، وما هي مش تحذيرات، احنا بنحاول نفهم اكتر، الا ان في نسبة كبيرة جدا 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 من الناس بياخدوا الدواء ده وجايب نتائج مبهرة مع كل اللي استعمله، لو احنا قلنا يمشوا عليه ازاي صح؟ لان من ضمن الحاجات اللي متعرف عليها، لو وقفوا الدواء وعاشوا حياتهم عادي زي الاول بيتخانوا اضعاف اضعاف. طيب، هو في الاول لازم هو مين ياخده في الاول؟ ماشي بالظبط، يلا اللي مين ياخده ياخده ومين ما ياخدوش. وزن يتقسم على طول في اتنين، يديكي رقم، ده اسمه مؤشر كتلة الجسم. اوكي. اللي يعني فوق. انا لو مش سمينة لا ما بدرجة معينة لا ما اخدوش. لا، في يعني في اصول. والله فوق ال 30 يتاخد، من 27 ل 30 وفي مشكلة طبية في صورة ضغط او ارتفاع في الدهون الثلاثية او سكر ممكن يتاخد. يعني 27 كيلو زيادة لا، عن وزني. 27 مؤشر كتلة الجسم، يعني الحسبة بتاعتي. يعني مثلا لو هدي، مثلا لو سيدة فاضلة 100 102. وزنها، لا استني، انا بتكلم على الصغيرين، وزنها زايد 4 5 كيلو، ينفع تاخده؟ لا طبعا منهرج. يعني هو ده اللي انا قصدي عليه، قصدي هو دي في الاول مين ياخده. اوكي. نمرة اتنين، في ناس كتير خدت هذا الدواء بكل اشكاله وما نزلوش اي حاجة.